من الدكتور شقرة إلى حضرتك دكتور قدور، الحديث عن ماذا رأينا في مصر في هذه المرحلة ونتوسمه للأفضل، وأيضا المنتظر من النواحي التنظيمية التي تفضل الدكتور بالحديث عنها في المرحلة القادمة. أولا أنا أبدأ من حيث انتهى زميلي الدكتور يوسف. لنا تجربة في مصر، وتجربة نعتز بها كثيرا جدا، بل كان لشخصي دور فيها منذ أكثر من 10 سنوات، ربما 15 سنة، وهي المرحلة التي حرصنا فيها أن يعود الاتحاد العربي إلى مصر بعد قطيعة طويلة جدا، ولعبنا نحن دورا محوريا في أن نعيد اتحاد الأدباء والكتاب العرب إلى القاهرة. كان ذلك في العام 2006، وأذكر مقدار الفرحة التي عمت مصر في ذلك الوقت على أعلى مستوى في الدولة. وفي تلك الأيام كان انتخاب صديقنا العزيز، أحييه عبر هذه الشاشة وآمل أن يكون من مشاهديها، الأخ الأديب الكبير محمد سلموي. كان ضيفا هنا قبل أيام. كان ضيفا هنا، هذا صديق عزيز جدا ورفيق رحلة طويلة. الآن نعيد الكرة في القاهرة بعد رحيل الصديق العزيز يوسف الصايغ من دولة الإمارات، وحي ذكراه وما أعطى، وأحيي الإمارات أيضا. كان انتخاب ابن النيل الدكتور علاء عبد الهادي. ولنا حديث نحن السودانيين عندما نكون في مصر، عندما كانت المشاورات والمحاورات من ينتخب ومن يرشح من الدول العربية. أنا أقدمهم جميعا لعلمك، أقدم الموجودين في هذا الاتحاد الآن. فقلت لهم لإخوتي المصريين، لو فضلوا نفرين اثنين بس لوحديهم، مصر والسودان، لنفترض أنه كل المجموعة شكلت موقف، أهلا وسهلا، في اثنين حيكونوا مع بعض إلى الأبد، إحنا وإنتوا. وقد كان، ولكن هذا الكلام أتبع بعمل كما تفضل الأخ العزيز الدكتور يوسف، وكان من المرشحين في الماضي والمستقبل أيضا إن شاء الله. فبذلنا مجهود عظيم جدا ومجهود مقدر، أولا لتذليل الصعاب، لتطيب النفوس، لتقريب الشقة، لإزالة توترات. كان شقيق آخر من الخليج مترشح لهذا الموقع، فحرصنا ألا يكون ذلك كذلك، لأننا قد عملنا على أن نرجح كفة مصر في هذه الظروف. وقد تسألين لماذا كفة مصر في هذه الظروف؟ مصر الآن تستحق أن تبعث من القاهرة برسالة إلى الآخرين وإلى العالم أن مصر بخير، وأنها منتصرة، وأن ثورتها التي قامت في 30 يونيو 2013 مستمرة وقوية وتصحيحية. وبالتالي كان هذا رأينا كأدباء، أن نوجه هذه الرسالة من القاهرة إلى الداخل المصري وإلى الخارج، أن مصر تسير في الطريق الصحيح. وأعتقد جاءت هذه التحية في وقت مناسب. أنتم تعملون الآن في فضائية، لا تتخيلين عدد الفضائيات التي نراها خارج مصر ونضحك ونستغرب ونستعجب من ما يبث من الأكاذيب. إذن عندما نقول في القاهرة ونبعث الرسالة الصحيحة، نحن كأدباء وككتاب وكمفكرين عرب، هذه الرسالة الصحيحة الموجهة الآن من القاهرة ومن هذه القناة إلى الآخرين، أننا الآن في القاهرة نحتفل ونفرح ونعيد صفحة جديدة من صفحات الأدب العربي.